سلام، هنلعب مع بعض. اوعى يا استحسين، يا استحسين اوعى سيبني النووي يا ادم. يا استحسين الحين يا دادا، اوعى يا ادم. أنا أعرفك كويس. منين؟ شفتك في فرح إلهام. إلهام فؤاد؟ أيوه. حضرتك تعرفها؟ أنا خالها الدكتور أحمد فادي. صحيح، إلهام كلمتني عنك كتير، أصلنا أصحاب من وإحنا قد كده. أنا متأسفة قوي على اللي حصل، ومتشكرة خالص. لا أبدا، مفيش حاجة. الجمال ده كله دي هدى. هدى أونكل زكي. اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا. جيت اسكندريه امتى؟ امبارح يا روحي. الحمد لله على السلامة. تعالوا اعرفكم ببعض، دولة هانم بنت المرحوم صديقي امين باشا شكري. اهلا وسهلا. اهلا. مدموزيل هدى بنت اعز اصدقائي المهندس اسماعيل صبري زميلي في التجاره. تشرف. متشكره قوي. اتفضلي اقعد. معلش عشان صحابي مستنيني هناك. ازاي بابا هدى؟ كويس. يبعت لك جوابات من باريس؟ طبعا، هو يقدر يتاخر. ايه رايك يا زكي بنعزم هدى الليله دي معانا على حفله كازم سانستر؟ طبعا طبعا، تيجي معانا يا هدى. صحيح، ميرسي يا عمري. باي باي. مع السلامه يا روح قلبي. دادا انت لسه صاحيه؟ هو انا يجيني نوم الا لما اطمن عليك يا هدى. اما كانت حته حفله جنان. ربنا يسعد كل اوقاتك يا حبيبتي. ما تتصوريش يا دادا قد ايه دوله هانم ست لطيفه بشكل. ربنا يوقعك دايما في ولاد الحلال. تصبحي على خير وانتي من اهله. ربنا يحرسك من العين يا بنتي. سجاير اديني علم. متأسف. مفيش فكرة. لو سمحت يا مدموزيل، اقدر الاقي معاكي فكة. دكتور احمد ازيك؟ الله يسلمك. ثانية واحدة. مرسي. خلاص اتفضل انت. مرسي. خلاص لقيت فك. ازيك يا مدموزيل هدى؟ الله يسلمك. حضرتك قاعده لوحدك وزهقانه، تعال اقعد معايا. يعني مفيش احراج؟ لا ابدا، اتفضل. مرسي. دادا هاتي اتنين حاجه ساقعه بسرعه. من عينيا الاتنين يا هدى. مرسي يا حبيبي. هدى مش معقول. ازيك يا دولة هانم؟ الحمد لله. ازيك يا أونكل زكي؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الحمد لله. الدكتور احمد خال صاحبتي الهام. اهلا. دولة هانم شكري. اهلا وسهلا. أونكل زكي صاحب بابا الروح بالروح. تشرفنا يا زكي. انا اللي شرف. ما تتفضلوا. تفضلوا.
اتفضل. في الحقيقه انا كنت عايزه اشوفك علشان اتعرف بالبطل. يظهر ان مدموزيل هدى بلغت شويه. صحيح انتوا المصممين ترجعوا مصر النهارده؟ مضطرين يا حبيبتي، هتوحشونا قوي. لما ترجعي مصر هنشوف بعض كتير. ان شاء الله.